نظام الفوترة مشاهدينا حالي ووسيلة لحفظ الحقوق سواء للشخص البائع أو للمشتري أو للعمليات التجارية بشكل عام. هي الوسيلة اللي تطورت بدءا من الكتابة وكتابة الفوترة بطريقة ورقية وصولا لتطور كبير لمرحلة صرنا نشوف الفواتير موجودة على طريقة أو شكل SMS وبعملية إلكترونية متكاملة تسمح بإصدار وإرسال وتعديل وتخزين أيضا الفواتير والإشعارات بصيغة إلكترونية متكاملة بين البائع والمشتري. لتفاصيل أكثر رح نناقش هذا الموضوع مع الدكتور عمار دلول، دكتورة في الاتصالات. وأهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبدأ حديثنا بالربط الإلكتروني للفواتير ونحكي عن هذا الربط بشكل عام. حقيقة هو الربط الإلكتروني موجود كممارسة بكل الدول. هلا نحن الدول المتأخرة اللي فاتت عليه، هو عمليا بيحفظ الحقوق للبائع وللمشتري بانه يكون في ضبط لعملية الفاتورة. إضافة بيحفظ حق الدولة بموضوع الضرائب. فعمليا كنا اذا بدنا نحكي شو اللي كان في مشاكل اللي حلها الربط الالكتروني بالنسبة للبائع والمشتري خلينا نقول هيئة الضرائب. اول شيء بالنسبة للبائع كان عنده إشكالية لما يجي الزبون يدقق بالفاتورة يناقشه بالأسعار وإلى آخره. بالنسبة للمشتري كان عنده مشكلة، أحيانا بعض العالم بتغير بالأسعار والفاتورة وإلى آخره. فبالنسبة كانت الجهات العامة أو هيئة الضرائب كانت تضطر تعمل مراقبين دخل وموضوع مشان تهرب الضريبي وإلى استعلام ضريبي وإلى آخره. هلا هذا الإيكو سيستم بيسهل كتير على وزارة المالية هيئة الضرائب ضبط العملية، وبيساعد الزبون ليعرف عمليا فاتورته الحقيقية، وبيساعد نقطة البيع ليقدر يثبت الفاتورة بطريقة مزبوطة، وبيخلص من قصة تبع انه بيجي لحدا لعنده بيقول له استعلام ضريبي والى اخره، انه عندك مشكلة انت لا ما مصرح صح او مصرح صح والى اخره. فهو نظام رائع عملية الضبط البيع والشراء. هلا مرتبط بعدة عوامل لانه هو ايكو سيستم كامل. وانا الممارسه شفتها بعده دول حقيقه لايف يعني. هلا الفكره لازم يكون هذا السيستم مرتبط، او بالاحرى هو كل هيك اللي حيصير مرتبط اكيد بموضوع السجل التجاري. مشان هيك هلا ضاج الدنيا بدنا سجلات تجاريه. طبعا بده سجل تجاري، يعني سجل تجاري حيخليه يفتح رقم ضريبي، رقم الضريبي حيخليه يرتبط على الربط الالكتروني، الربط الالكتروني حيصير يحمي التاجر ويحمي المشتري او المواطن ويحمي حق الدوله. وبالتالي ما بعدها طيب هاي المواد اللي منشرايها عن طريق السجل التجاري من التاجر المفرق ليبيعها، منشرايها من تاجر جملة إذا كانت بضائع معدل للتصنيع، إذا كان مثل مطعم أو معمل أو شيء، أو بضائع مباشرة. طيب كمان هذا الشخص عليه ضرائب، فنحن ضبطنا عملية الشراء من وين؟ من نص الجملة خلينا نسميه أو الجملة. ضبطنا بعدين عملية الجملة، ضبطنا عملية المستورد. فعمليا أنت عندك سايكل من الضبط حتوصل لمحل تقدر تضبط عملية مستورداتك لتنتهي للأند يوزر. كيف بتتم آلية ومراحل تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية؟ هلا مشان نسهل القصة دائما بحكيهم بطريقة بسيطة للمشاهدين. دائما أنا بحكيهم بالطريقة البسيطة. هو في 50 برنامج اعتمدوه هيئة الضرائب والرسوم، برامج محاسبية. نحن ما نروح نشتري شو ما نشتري بلاقي قدامه كاشير وبيشتري. حلو. ففي 50 برنامج جابوهم الجماعة اعتمدوهم انه هدول متوافقين مع النظام المالي السوري. هدول اذا نزلهم الشخص حيكون قادر يعمل عملية الربط الالكتروني. هلا معناتها بده يكون عنده دائما انترنت، لان بيقول لك انا قاعد بمكان الانترنت تروح بتجي ما في اي دي اس ال، في 3G ما بقى. لا بيقدر يرحل بالوقت اللي بده اياه من خلال البرامج، فهو بيشتغل اونلاين اوف لاين. يعني ممكن يكون عم يرحل مباشر ممكن يرحل امتى ما بده من طريق البرنامج الموجود من خلال 50 برنامج. هلا طيب بيقول لك انا حدا بشتغل بفواتير ورقيه، يعني بيجي بموزع انا بسياره بنزل بوزع بضاعه وبعطي فاتوره، طب شلون بدي ركب برنامج؟ طب عملوا له ابلكيشن موبايل هيئه الضرائب والرسوم، بينزلوا هالابلكيشن الموبايل بيقدر من خلاله يقدر ينزل الفاتوره اللي باعها وقيمة الفاتورة ورقم الفاتورة ولمين باع، يعني معلومات الفاتورة. وبالتالي صار بيقدر يبيع بإيصاله ويعطي الفاتورة، وفي QR اللي هو عمليا كود رقمي صحيح. بيقدر يستعمله لهذا الموضوع. وبالتالي صار عمليا في سايكل سهلة. هلا
تجي بتقول انه عم يطلع مشاكل، اكيد بده يطلع مشاكل، لانه اليوم ما في منظومه بتركب دي 1 راكبه بدون اي مشكله. طبيعي بده يطلع بقز باي منظومه، على درجه انه احنا معنا كلياتنا موبايلات حديثه، كل شوي بتلاقي طلع تحديث، ليش بتطلع تحديث؟ لانه بيطلع مشاكل. طبيعي، فلما يطلع مشاكل بدها تطلع على حلول، اما حلول اداريه او فنيه. فبدها توصل لمحل تصير ستيبل. تماما. اليوم اذا بدي اروح انا اليوم احكي عن الارضيه المناسبه، انا اليوم بمرحله نوعا ما مثل ما ذكرت موضوع مشاكل الشبكه، موضوع مشاكل الانترنت الى ما هنالك من هي التفاصيل، انا لاجي اطبق هالمنظومه بشكل مباشر بشكل سريع، رح يصير نوعا ما عندي فجوه اللي نقول بين التعامل التقليدي وبين التعامل وتوفر الخدمات. سواء يعني حتى بالمناطق، حتى توفرها مثلا بالعاصمه مقارنه بالريف والى ما هنالك من التفاصيل. اليوم الارضي والواقع كيف هو بسوريا وايما توصل للتوب اذا بدنا نقول بهذا اليوم الموضوع. دائما لما بتطبق منظومه جديده بده يصير عندك نوع من انواع الكونفليكت اوف انترست، يعني في عالم كانت مستفيده من عدم تطبيق هالمنظومه. تمام. طبيعي حتخلق مشاكل. هي رقم واحد. رقم اثنين، في عالم ما عندها المرونة للتعامل مع المنظومة فبدها تطول لتتعلم على الآلية تبع العمل هلا، وبالتالي في عدة مشاكل. بس إذا بناخذ تجربة مشابهة بسوريا، تجربة أتمتت عملية التوزيع منظومة الدعم مثل وقت صارت قصة البنزين، أول بدايات إذا بتتذكر كانت كله ما عم يعرف يتعمل بطاقة وما عم يعرف نزل مدري شو برنامج وأبليكيشن وما عم يدري شو، عم تجي الرسالة مشاكل كثيرة. مع الوقت تنظمت العملية وصار العالم عنده الخبرات الكافية. اليوم صارت الفكرة كل العالم تعرف لما تأخر رسالة مو مشكلة الأتمتة، مشكلة تأخير المادة. وبالتالي أول مرة، أول من سنتين مثلا، كنا لما يصير في مشكلة نقول البطاقة مو شغالة، البطاقة وإلى آخره. صحيح. فاليوم مع الوقت، يعني أنت اليوم أي شغلة تحتاج إلى زمن، اليوم مع الوقت حتصير العالم ستيبل مع منظومة الربط، حتعرف أهمية منظومة الربط. لما تشوف الفيدباك، يعني صاحب المطعم لما كان يكون قاعد ويجي لعنده موظف الاستعلام الضريبي ويقعد يتخانق هو وياه 6 ساعات مشان عملية، لا أنا ما عندي زباين، لا عندي زباين، لا أنت مغير فواتير، ويخلص منها هي القصة، حيلاقي الفرق إنه لا أنا أخي بدفع ضرائبي الصحيحة، ولا الزبون بيجي بيحارجني إنه ليش أنت مغلي علي الفاتورة، ولا بيجيني حدا بينق علي، وبنفس الوقت أنا ضامنان حقي وحق العالم. بالضبط. يعني بس في تجار اليوم وأصحاب مؤسسات ومطاعم وغيره ما عم يتقبلوا هاي الفكرة، ليه؟ لا لا لك اليوم عم بقول لك في conflict of interest، هذا اللي ما عم يتقبلها كان في شيء عنده مخبى قولا واحدا. اليوم لا يمكن أن يكون حدا عنده شيء ظاهر وما يتقبلها، بالعكس بيرتاح، لانه اللي كان عنده شيء ظاهر كان كل العالم تقول لك اخي انا عم بحط ميزانيتي الصحيحه وعم صرح عن كل شيء، وفوقها بيجي باكلها مخالفه من الماليه انه عندي مشكله تهرب ضريبي. صحيح. وهيك طيب، بالمقابل في عالم بتقول لك لا انا بظبط ما بتصرح وبدفع وما بعرف شو بعمل بس. فبالتالي هي القصه هيك، يا عندي شخص اوريدي هو ملتزم بس كان عم يعاني من مشاكل بسبب التزامه، يا عندي شخص غير ملتزم فاكيد ما يحب المنظومه. فاليوم هالمنظومه حتوصل للمكان انه اخي خذ حقك واعطيني حقي، كان على مستوى المواطن، على مستوى نقطه البيع التاجر، على مستوى اليوم الاهم منا لما بربط الايكو سيستم كامل. يعني انا اليوم احد اهم تولز مكافحه التهريب بكره ارضيه كلها هي المنظومات. لما انا بنظم عمليه قديش الفلو من البضائع الفايت اللي عندي على الدوله لحتى توصل للاند يوزر، وبعمل عمليه سيستم اناليسز اوتوماتيك، يعني هو نظام ذكي ارتفيشال انتليجنت، ذكاء صنعي بيعمل لي هالمقارنات هي، وفي عندي ديفيجن يعني شيء بسيط فروقات. مثلا اليوم بمطعم عم يدخل بضمن مساواه مثلا طبقه معين ماده اجنبيه يمكن بتجي مهربه يمكن، ولكن على التوتال بتشكل 1 أو 2% من اجمالي المواد كلها تبع المطعم. تمام. وبالتالي اليوم لما بكون عندي نوع من انواع المارجن بعد ما اضبط هالقصه ما عندي مشكله، بس لما تكون المارجن عالي ما عندي مشكله تهريب. فانا بصير بقدر اخذ قراءات من هذا الموضوع، عم بحكي على مستوى حكومي. انا عم بتنبأ بالنسبه لي كتنبؤ شو ممكن يقدر يساوي الحكومه من وراء هيك منظومه، ولكن هو بالحقيقه اليوم الهيئة عملتها بطريقة عن جد سهلة لنقدر نسهل. اللي عم تطلع مشاكل عم يستجيبوا، يعني بيجي بيقول لك طب واحد رجع قطعة على البرنامج شلون بدي رحلها؟ في طريقة إرجاع بس في دليل استخدام، فوت على موقع هيئة الضرائب والرسوم جيب دليل استخدام الربط الإلكتروني اقرأ بتعرف كيف ترجع. طيب أنا عندي مستودع قديم بصرح عنه ولا مو بصرح؟ كمان في دليل استخدام، كيف آلية إدخاله وكيف تصرح عنه إنه مستودع قديم؟
تماما. الواقع اليوم او التشريعات القوانين الناظمه لموضوع التهرب الضريبي والى ما هنالك تتوافق مع الطرح الكترونيا مع الظروف الراهنه او لا؟ نحن اليوم بحاجه ل هو حقيقه لك شو اليوم بالمنطق، خلينا نقول بالمنطق، اذا اليوم هلا بالسويد، انا عم بقول لك تجربه السويد اللي هي رقم واحد بموضوع الضبط المالي بالكره الارضيه. بالسويد في عمليه ربط الكتروني اونلاين اوفلاين، يعني بالسويد اللي هي مفترض عندهم ما عندهم مشكله انترنت، عندهم اوفلاين، بتوقعوا انه ما يكون عندك انترنت. واضافه صور انه عاملين هن اكثر من انه تركب البرنامج، بدك تحط دنجل تستلمه من هيئه الضرائب والرسوم عندهم. يعني في عندك مثل فلاشه بتحطها، هي دنجل بتحطها بالكمبيوتر، هي بتسيف عمليات الكمبيوتر اللي عم تعملها انت بالادخالات، ما لها علاقه بالبرنامج، مشان موظف الضرائب لما بيجي موظف ضرائب بيراجع نقطة البيع بيسحب الدنجل بيحطها بجهازه إلى برامج فك تشفير معينة، بيتأكد إنه أنت العمليات اللي منزلة عندك مرحلة كاملة. صحيح. هلا نحن ما وصلنا لهالمراحل، ولكن إنه هي اللي عم حاول وصله، إنه هو الدول كلها هيك بتشتغل بالطريقة. وين وصل اليوم نظام الفوترة بسوريا؟ اليوم هلا عمم على كل الشرائح ولا لسه؟ اليوم في قرار من فترة كم يوم طلع إنه ما حدا بيقدر يعمل عملية ياخذ براءة ذمة مالية عمليا، يعني ما بيقدر يسدد سجله التجاري أو يعمل أي عملية ليثبت إنه هو فات على منظومة الربط. هلا أكيد تاكل وقت، يعني اليوم أنت عندك أي حركة على حق سايكل سنة لتقلب سلة مالية. فاليوم عم نعتبر انه هلا بده يستكملوا، لازم ما استكملوا للسنه الجاي يكون عندنا الربط تقريبا شبه جاهز لكل الفعاليات. هلا اذا فعلوا قصه السجل التجاري مثل ما كان عم يصرح وزاره التجاره الداخليه انه في اصحاب الفعاليات اللي عمليا عندها بيع وشراء بالسجل التجاري، العالم اعترضت. من الطبيعي انه انا اذا ببيع واشتري ان شاء الله بعد قلم واشتريته، وبالتالي انا عم تاجر فيه، وبالتالي بسجل تجاري. هون اليوم الناس ممكن تقول لك انه هاي الحاله او هذا الضبط الكامل ممكن يساهم ايضا وبينعكس على الاسعار، قديش هذا الشيء صحيح؟ اليوم احد الاشخاص يعني بالشارع اليوم بيقول لك انه والله هاي الحاله رح تزيد الاسعار. لا اليوم بقول لك اليوم بالطريقه الشامله لما بتعمل زوم اوت تفرج عليها حتلاقيها هي عمليا حتضبط الاسعار وليس حتزيد الاسعار، يمكن بعض الشغلات حتزيد بعض الشغلات حتنقص، يعني اللي كان عم يبيعك شغله تهريب وما عمل ضبط ربط الكتروني وضبط سعر وسجل تجاري، يعني عمليا اقتصاد الظل خلينا نسميه، يمكن لما تعمل هالشغله يصير يضطر يمشي على سعر معين فيرتفع سعره، ولكن بالمقابل في اشياء كان الزلمه يحطها مثلا اللي كان عم يدفع مصروفات كثيره ليقدر يغطي حاله بقصص انه هو تهرب الضريبي، فهلا هون حتضبطها وبالتالي يمكن تنزل السعر. فهي ما أنا معيار، هي لما بتصير السايكل كاملة خلينا نسميه حنثبت السعر، يعني خلص أنا بعرف إنه السعر هو هالقد، هو السعر التمويني أو السعر كذا بالمادة معينة، هو أهم من فكرة إنه ارفع أو نزل السعر، لأنه أنت اليوم في مواد بتدخل بمواد تانية بكلف، يعني أنا بصنع مثلا كان على مستوى حتى المطعم تصنيع، بالتالي ممكن تخفف الاحتكار على بعض المواد بهالحالة. هلا الاحتكار مرتبط كمان بآلية الضبط، لما بضبط بصير عندي كميه مستوردات جايه، فبقدر اضبط انا من المستوردات من عند كم تاجر جاي لوين انتهت، فبقدر اضبط السعر بطل في احتكار. تماما. وخلينا هيك يعني عندي 1000 طن من هالماده فاتوا من المدخل خلينا نقول الجمهوريه، بدهم يتفرغوا 1000 طن. تماما. وبالتالي منا حاله بس ضبط ضريبي، انما حاله او سيستم كامل. فيجن البعيده بعتقد هي هيك، ولا بدك تمشيها مراحل، يعني في منظومه مشتريات حكوميه اليوم ركبت عم تتنفذ من وزارة الاتصالات مع وزارة التجارة والاقتصاد، اليوم هي حتضبط مشتريات، يعني ما بصير انا اشتري غرض بجهة معينة عامة بليرة، بجهة نفس الغرض اشتري بجهة عامة ثانية بليرتين، في شيء. فاليوم هي سايكل بس، لكن انت اليوم بدنا تعاني، انت اليوم لما بتطبق مأتمتة بأي مكان، ان شاء الله على مستوى شركتك، في عندك فترة بدك تعاني فيها من تخبطات إجبارية، ولكن بعدها حتاخذ نتائج مذهلة. يتقبلوها ناس اكثر. بننشكرك دكتور عمار دلول، يعطيك العافيه. كل الشكر لوجودك معنا، وان شاء الله يعني نوصل لحل لكل المشاكل بطريقه صحيحه وسريعه وسليمه. كل الشكر لوجودك.